مشاهدينا الكرام، أحلى سلام لكل الناس اللي انضمت الآن لينا من أجل مشاهدة برنامج الشروق مورنينغ ومتابعة مختلف المواضيع المختارة صباحة اليوم، بالإضافة إلى الاستفادة من كل المعلومات المقدمة يوميا من الساعة 7 إلى غاية 10:45. تقدروا تواصلوا معنا من خلال بوابتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكل أراءكم، انتقاداتكم وحتى اقتراحاتكم. أكيد من بين الفقرات القارة في البرنامج وليسناها المشاهدين قبل ما يخرجوا ويروحوا لانشغالاتهم اليومية، فقرة أحوال الطقس نتعرف وإياكم على جديد الورقة الجوية مع آسيا. صباحك سعيد آسيا. صباح الخير. إذن آسيا، حالة الطقس راهي كم يسنوا عندك؟ اذا آسيا فقط نستسمحك فقط فريال اليمات هذو، يعني شغل الجو تاع بحر. لا اكيد، يعني الملاحظ انه درجات الحراره تراجعت لكن بقات موسميه وسخانه بزاف. اسكو بحرتي هذه الايام ولا لا؟ بروفيتيتي ولا لا؟ لا مازال الخدمه مازال مستفدنا من العطله السنويه. اذا يلا على بها مازال عكسك انت. انا بحرت ما نكذبش يوميا يعني يوميا راني في الشاطئ آسيا. نعم، خاصه هذه الايامات البحر هو هادئ جدا يوسف، على هذيك واحد يقدر يبروفيتي يقدر يبروفيتي. يلا ما نطولوش عليك، نخلوك مع باقي التفاصيل. شكرا ليك. إذا خلال صباحة هذا اليوم الأجواء تبقى صافية مستقرة على المناطق الشمالية من الوطن، وأيضا بالنسبة للمناطق الجنوبية خلال ظهيرة هذا اليوم نفس الوضعية الجوية تبقى مستقرة على المناطق الشمالية الوسطى الشرقية وحتى الغربية، سماء غائمة تماما مرفوقة برعود منعزلة في بعض الأحيان وهذا على مرتفعات الهجار والتصل إلى مناطق أقصى الجنوب. بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة خلال الصبيحة بحول الله ستصل إلى 26 درجة بالعاصمة، 24 درجة على عنابة على الطرف والقال، 34 درجة على كل من تندوف أضرار وعين صالح، 32 درجة ببشار وعين قزام، 26 درجة على إليزي وجانات، 22 إلى 24 درجة على المناطق الشرقية. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى المسجلة خلال ظهيرة هذا اليوم بإذن الله ستتراوح بين 22 إلى 30 درجة بالسواحل، 48 درجة على منطقة تندوف، 49 درجة كأعلى مقياس على كل من عين صالح وأدرار، 40 درجة بإليزي جانات أيضا بمنطقة تمنوس، 46 درجة بأقصى الجنوب بمنطقة عين قزام. بالنسبة لحالة البحر لهذا اليوم يبقى البحر مستقر هادئ بفعل الرياح الضعيفة، سرعتها لن تتعدى 10 كيلومتر في الساعة شرقية تماما على طول الشريط الساحلي. المعلومات الفلكية، وقت غروب الشمس لهذا اليوم بالجزائر العاصمة وضوحها سيكون الساعة 7:53. نشكركم على المتابعة، عودة إليكم يوسف وريال. يعطيك الصحة آسيا، نتمنى لك بداية يوم موفقة، على أن نلتقي غدا نفس المكان ونفس التوقيت مع مشاهدي برنامج شروق مورنينغ إن شاء الله. شكرا. شكرا لك آسيا من جديد. إذا فريال ما زلنا إلى غاية 10 إلا 4 متواصلين مع كل المشاهدين الكرام. شكرا لكل تفاعلكم اللي بدأ صباحة اليوم فقط منذ الإعلان على مختلف المواضيع والعناوين الرئيسية اللي تكون حاضرة معنا يوميا. يبدأ التفاعل كبير من طرف الجمهور والأسئلة تبدأ، ولكن نعتذر من كل الناس اللي ما نقدروش نطرحوا الأسئلة ديالها على الضيوف، لأنه حقيقة أسئلة بزاف وتبقى تطلع يعني بسرعة كبيرة، فالأكيد أنه راح نغتنم الفرصة باش نطرحوا سؤال أو اثنين أو ثلاثة. بلا ما نسوا فريال أيضا رقم الهاتف اللي نفتحوه لهم بين الحين والآخر. أكيد ضمن فقرتنا التفاعلية مع مختلف المختصين الأطباء مختصي علم النفس وحتى فقرة التغذية التفاعلية بامتياز فقرة طب الأسنان وفقرات أخرى الأكيد راح تطلع عليكم من خلال هذا البرنامج الصباحي. باش تفاعلوا معنا مشاهدينا نذكركم بالبوابات التفاعلية، تقدروا تتصلوا بنا أو تتواصلوا معنا من خلال رقم الهاتف 023-71-98-71، هو رقم البرنامج راح يخليكم تطرحوا انشغالاتكم اليومية، انشغالاتكم في استشارة طبية صحية، في استشارة قانونية وحتى في علم النفس. إذا عندكم تساؤلات أو تمروا بمرحلة صعبة نفسيا ما عليكم غير تتصلوا بنا على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. والبوابة التفاعلية الثانية يوسف هي أكيد هي الإيميل الخاص بالبرنامج اللي هو شروق مورنينغ 2022@gmail.com، شروق مورنينغ 2022@gmail.com. مرحبا بكم، العديد من الرسائل تصلنا وخاصة نقول فريال في
إطار دعم الموروث المادي من خلال استقبال الحكم تاع الجزائريين يعني اللي تكون دائما حاضرة وبقوة معنا. فريال فقط نذكر الناس أيضا اللي يعني يحبوا يعيطوا بشي يسقسوا علينا تاني معليش تقدروا تواصلوا معنا ماشي غير تسقسوا لا أكيد عديد الرسائل تصلنا على حساباتنا الخاصة يوسف يوميا مشكورين على هذا التفاعل يعطيكم صحة على كل الرسائل اللي توصلنا فيما يخص انتقادات رانا نستقبلها بصدور رحبة أكيد أيضا فيما يخص الناس اللي تشجع فينا يوميا نقول لهم يعطيكم الصحة اقعدوا في المتابعة ونقول لكم أيضا أنه يمكن أنكم تتفاعلوا معنا حتى عن طريق التعليقات أسفل فيديوهات الفقرات متوفرة على الصفحات الرسمية للشروق الإخبارية على الفيسبوك على اليوتيوب وحتى على الانستغرام. ريال قبل ما نروحوا إلى الحكمة باش نتعرفوا عليها صبيحة اليوم فقط شدني في هذا الأثناء تعليق وصلنا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني بدات وحدة هاوكي تعليق يعني وصلنا قالت لك بلي نعرف لي زاستوس كامل تاع لي شامبينيون تاع فارتين سقسوني وعندي الإجابة وعطتنا بعض الطرق اللي نقدروا نستفادوا منها. طيب لما تكون حاضرة معنا المختصة راح نطرح عليها هذه الطرق إذا كانت صحيحة وسليمة في علاج الأظافر خليني نقول ولا لا أو فطريات الأظافر ولا لا لا يعني المشاهدين الكرام يتفاعلوا بطريقة جيدة وجميلة مع مختلف المواضيع وهذا دليل على اختيار دقيق تاع المواضيع. أيضا إذا كان عندكم مواضيع تحبوا نعالجوها نقترحوها ولا نطرحوها في البرنامج اقترحوها لنا من خلال التعليقات أو الرسائل. أكيد يلا نذكر المشاهدين بمواضيعنا لنهار اليوم واللي إن شاء الله راهي في مستوى ثقة المشاهدين اللي وضعوها فينا منذ بداية هذا الموسم. إذا في فقرة حماية المستهلك الموضوع مهم جدا ويقيس ربما قطاع الجزائر يعني تتجه يعني. نعم أكيد لتشجيعه لكن للأسف تبقى الخدمات السياحية في الجزائر لا ترتقي لتوقعات الزبائن ولا حتى المستهلكين والمواطنين من إطعام وفندقة وإيواء وما إلى ذلك. للأسف نشوف الناس تخلص بزاف مقابل خدمات ربما جد متوسطة. أكيد أنه كل هذا اللي يخلي الجزائري دائما في تضمر. صح أنه شباب اليوم راهم يخرجوا سوق الجزائر بطريقة جميلة جدا وأيضا مختلف السواح راهم بدأوا يدخلوا للجزائر وهذا الشيء نثمنوه في إطار دعم السياحة الداخلية ولكن لازم تكون الأسعار يعني أبوردابل تكون الأسعار في متناول الجميع هكذا المواطن ما يهربش إلى دول شقيقة أو دول أخرى ويفضل السياحة في الجزائر ويغتنم أنه الفرصة أنه يتعرف على أماكن سياحية في الجزائر لأن الجزائر أجمل من كل البلدان لا نروح لها في الحقيقة نروح ندور 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 نعود نرجع ولا ندور أماكن فرية لو تلاحظي بعد ترجع تقولي هذا المكان يشبه للجزائر هذا المكان زرته في الجزائر. في الجزائر بلد جميل جدا لازم نعطيه الفرصة في التعرف على كل زاوية فيه ولكن بالأسعار المعقولة لتكون في متناول المواطن البسيط لأن المواطن البسيط هو المتضرر الأول من هذا الارتفاعات. أنا أتذكر قبل فيروس كورونا وقبل جائحة كورونا في 2019 كانت أرقام صادمة يعني أرقام قدمها يعني معبر أم طبول يعني الحدود بين الجزائر وتونس وين مر أكثر من 9 ملايين جزائري للجارة تونس رغم أن الجزائر يعني بلد القارة وحقيقة قارة جميلة بصحراءها بجبالها وبشواطئها وبالساحل اللي فيها أزيد من 1600 كيلومتر لكن للأسف الجزائري دائما ما يدفع أقل ليستمتع أكثر في دول الجوار وحتى دول أجنبية أخرى. للأسف هذا الموسم الوجهة الأولى للجزائريين على حساب وشاية نقل مواقع التواصل الاجتماعي دون ترويج هي شرم الشيخ. الناس كامل هاد الصيفية راحت لشرم الشيخ احنا مازال ما رحنا لحتى بلاصة على كل حال لكن الآن نروح لمعرض الصحافة مباشرة من هذا الفاصل. معرض الصحافة من قناة شروق الإخبارية أهلا بكم وجولة سريعة على مختلف الصحف الوطنية العربية والعالمية والبداية بموقع الشروق أونلاين الذي كتب في مواضيع عديدة أبرزها ملفات التقاعد والمهن الشاقة والسياسة
والفساد. أيضا في موضوع آخر، كتب الموقع: صعوبة في البحث عن الكوادر الكفء الجاهزة للتوظيف وفي التربية والتعليم. أقول خطة عمل استباقية لمجابهة الاكتظاظ خلال الدخول المدرسي. وكتبت أيضا: هؤلاء هم المرشحون لخلافة الرئيس جهيد زفيف في رئاسة ألفا. فنبقى وإياكم في موقع الشروق أونلاين ونتعرف على أبرز المواضيع تداولا وأكثر المواضيع قراءة. وجاءت كالتالي: في المركز الأول أمطار رعدية غزيرة عبر 19 ولاية واستمرار موجة الحر جنوبا. في المركز الثاني يأتي موضوع لعبة باريس مكشوفة لزعزعة استقرار إفريقيا والجزائر. في المركز الثالث احتل موضوع حاسي مسعود: تسجل أعلى درجة حرارة في العالم. في المركز الرابع كريم أملان: مهندس الإساءات للجزائر من داخل قصر الإليزي. وفي ذيل الترتيب موضوع رياضي: ومحرز رابع أعلى راتب في الدوري السعودي. نبقى وإياكم في موقع الشروق أونلاين واخترنا لكم منه هذا المقال الذي عنونا كالتالي: ملفات التقاعد والمهن الشاقة والسياسة والفساد. الأمين العام للمركزية النقابية عمار التقجوت أقول يتحدث للشروق عن هذه المواضيع. وتأتيكم ما صرح به في هذا المقال وكتب الموقع: يتحدث الأمين العام الجديد للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار التقجوت في هذا الحوار مع شروق عن إعادة ترتيب البيت الداخلي لأكبر تنظيم نقابي في البلاد، والذي يرى أنه طالته انحرافات وابتعد عن مهامه، وعن ملف التقاعد وقائمة المهن الشاقة التي يرى أنه يمكن إعادة إحيائها فضلا عن البحث عن الأموال داخل المنظمة ولم الشمل وأمور أخرى، مشددا على أنه يسعى لإعادة الممارسة النقابية لسابق عهدها عبر تغيير إيجابي دون أن يكون أسيرا لأي جهة. وأجاب على مختلف التساؤلات التي طرحت عليه، تقرأونها في هذا المقال. نبقى وإياكم ضمن موقع الشروق أونلاين واخترنا لكم مقالا آخر عنوانا كالتالي: صعوبة في البحث عن الكوادر الكفء الجاهزة للوظيفة. 11% من مديري المؤسسات العمومية والخاصة يشتكون. وجاءكم في هذا المقال ما يلي تقرأونه: العمومية والخاصة خلال 90 يوما الأولى لسنة 2023 عن مجابهة هؤلاء لصعوبة في الوظيفة. الإطارات الكفء وذات الفعالية في الأداء بنسبة تعادل 11% عن مستوى مؤسسات القطاعين العام والخاص خلال 3 أشهر الأولى لسنة 2023، وحسب تقرير الديوان الملخص في 8 صفحات والذي طلعت عليه الشروق، انخفض لجوء المؤسسات العمومية لطلب اليد العاملة إضافية خلال نفس الفترة من السنة الحالية، في حين بقيت النسبة مستقرة بالنسبة للقطاع الخاص. وأعرب 81% من المستجوبين من القطاع العام و53% من القطاع الخاص عن رضاهم عن مستوى التكوين والتأهيل الذي خضع له عمال مؤسساتهم في الثلاثي الأول للسنة، في حين أعرب 11% من المعنيين من القطاعين عن مواجهة صعوبات في توظيف الإطارات المتقنة للعمل والمتحكمة فيه. ويجمع غالبية قادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع على أن التوظيف خارج هذه الحالة، أي فتح مناصب لإطارات غير مؤهلة، لن يمكنهم من رفع الإنتاج وتحسين المردودية. إلى مقال آخر دائما ضمن موقع الشروق أونلاين وعنوانه كالتالي: خطة عمل استباقية لمجابهة الاكتظاظ خلال الدخول المدرسي. 4 أقسام خاصة أو أقسام خاصة ومتنقلة لاستيعاب المعيدين وحجرات 44 تلميذا. تقرؤون في هذا المقال ما يلي: ستشرع مديرية التربية للولايات في ضبط الإجراءات النهائية والأخيرة وتهيئة كافة الظروف لإنجاح الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2023-2024، إذ سيتم الانطلاق في تشكيل الأفواج التربوية ووضع خطة عمل محكمة لمجابهة الاكتظاظ، والذي من المتوقع أن يطرح بقوة بأقسام الأولى متوسط والثالثة ثانوي بسبب نسبة الإعادة
المرتفعة. إلى جريدة أخرى وإلى يومية الخبر التي كتبت في مواضيع عديدة أبرزها مافيا الكوكايين تستهدف الجزائر واعتراض كميات كبيرة شهر جويليا المنصرم. في موضوع آخر كتبت العدالة خط أحمر بعد حادثة إطلاق النار على قاض بمحكمة مستغانم، ووزير العدل يأمر بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات الجزائية والتأديبية، ونقابة القضاة تستنكر وتطالب بالحماية. تقرؤون على الصفحة الأولى في موضوع منشق هذا ما قاله السفير الصيني بالجزائر، يأتيكم أبرز التصريحات ضمن المقال. كما تقرؤون أسفل الصفحة الأولى مفاوضات لإنشاء مصنع سيارات لادا، وروسيا مهتمة بالسوق الجزائري، بالإضافة إلى مختلف المواضيع في الصحة والتربية والمجتمع وغيرها. إلى جريدة أخرى وإلى أخبار اليوم، كتبت بالبونت العريض هذا ما حدث في محكمة مستغانم، ووزير العدل يأمر بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين. تقرؤون أبرز التفاصيل ضمن هذا المقال. عنونت جريدة أخبار اليوم على صدر صفحتها: تنديد جزائري قوي بحرق المصحف، وعطاف اعتبره استفزازا للمسلمين. كما يأتيكم ضمن الجريدة موضوعا رئيسي: متى تصبح أسواقنا الشعبية بمعايير لائقة؟ خلال موجة الحر الأخيرة التي هجرت التجار والمواطنين من الأسواق المفتوحة، ومواطنون وتجار مستاؤون من الوضعية. كما كتبت في مواضيع متفرقة أبرزها: بن عبد الرحمن ينصب مجلس ترقية الصادرات، شنغريحة في زيارة رسمية إلى روسيا، 167 حالة وفاة غرقا خلال شهرين، والمجتمع المدني يرفع وتيرة التحسيس، وفي الرياضة شباب الوزداد يخرج من الباب الضيق في بطولة الملك سلمان للأندية العربية. من يومية أخبار اليوم ننتقل وإياكم في قراءة سريعة لجريدة المسار العربي التي كتبت في موضوع رئيسي: مجلس قضاء مستغانم يوضح ملابسات تعرض قاضي تحقيق لإطلاق النار. وكتبت أعلى صدر الصفحة: ولتبس الشعاع الجمركي يخص كل الولايات الحدودية، وأكد الوالي أن ولايته بها 10 بلديات معينة معنية. أقول تقرؤون على الصفحة الأولى: وزيرة الرقمنة المقاولة الشبابية آلية هامة للدفاع بالتنمية المحلية. كما يأتيكم على الهامش الأيمن والأيسر موضوعين منفصلين جاءتا كالتالي: مراد أو براد رئيس الجمهورية حريص على مراقبة أو مرافقة عائلات الضحايا، ولجيان زيارة الرئيس تبون إلى الصين كانت ناجحة على كل المستويات. من يومية المسار العربي إلى جريدة المشوار السياسي التي تناولت مواضيع مختلفة جاءت كالتالي: الحس التضامني أحد سمات تلاحم الجزائريين، ووزير الداخلية يشدد خلال مواصلة تعزية عائلات ضحايا الحرائق على الحس التضامني، وأعوان الحماية وأفراد الجيش نجحوا في تطويق حرائق مهولة. تقرؤون على الصفحة الأولى: هكذا أحبطت الشرطة مخطط الحاج زقبوج وشبكته الإجرامية. وتفاصيل جديدة في قضية إحباط أكبر عملية تهريب للكوكايين بالجزائر. كما تقرؤون في موضوع رئيسي: الفريق أول السعيد شنغريحة في زيارة إلى روسيا لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين. يأتيكم ضمن الجريدة وفي الصفحة الأولى مواضيع أخرى أسفل الصفحة: هكذا تم إطلاق النار على قاضي التحقيق بمستغانم، وفي الرياضة شباب الوزداد يودع كأس الأندية العربية، بالإضافة إلى مختلف المواضيع المنفصلة التي تأتيكم على الهامش الأيمن. إلى جريدة أخرى وفي قراءة لأبرز عناوين المغرب الأوسط جاءت كالتالي: خطوة جديدة لترقية الصادرات من الورشات الكبرى والهامة لإصلاح العميق للاقتصاد الوطني. وكتبت أيضا: الجزائر روسيا تعزيز التعاون العسكري، والفريق أول السعيد شنغريحة في موسكو.
تقرؤون على الصفحة الأولى للمغرب الأوسط الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية اليوم، وفي موضوع آخر حرق المصحف: الجزائر تدعو لتحرك جماعي ورد حازم على ما جرى. وتقرؤون في مواضيع متفرقة: جاءت كالتالي: زيارة فجائية للمحلات التجارية تحت المجهر وارتفاع أسعار المياه المعدنية والبقوليات ناجم عن تغييب الفواتير. مصطفى حيداوي: الطلبة مصدر قوة الجزائر. وفي موضوع آخر: تجنيد لمساعدة وتعويض متضرري الحرائق. كما تقرؤون: حربا شرسة على المخدرات، والجزائر تتعرض إلى عمل ممنهج لإغراقها بالسموم والأسلاك الأمنية بالمرصاد. كما تقرؤون: خطر الغرق رفع وتيرة التحسيس وتسجيل 167 حالة منذ الفاتح جوان. إلى جريدة أخرى وأبرز ما جاء فيها على الصفحة الأولى: جريدة الجزائر كتبت: وزير الداخلية: الدولة جندت كل الوسائل لمجابهة الحرائق وحماية الأرواح. كما كتبت في موضوع آخر: الفريق أول سعيد شنقريحة يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا. تقرؤون على الصفحة الأولى: وزارة الفلاحة تفتح 250 منصب شغل لخريجي الجامعات. كما كتبت في الرياضة والمجتمع: تأتيكم عناوين منفصلة أسفل الصفحة الأولى، جاءت كالتالي: وزير العدل يأمر بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق بمستغانم. افتتاح الطبعة الأولى من البرنامج الوطني للدعم الشبابي: وفاة 8 أشخاص وإصابة 199 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة في حوادث الطرقات. والكاتب والمترجم بوداود عمير ينبش في قضايا اجتماعية عديدة من خلال هذا المقال. تطالعون أبرز التفاصيل إلى جريدة الوسط التي كتبت: هي الأخرى في مواضيع مختلفة، أبرزها: جرائم العنف ضد الأصول تغزو أروقة المحاكم. وكتبت على الصفحة الأولى: بالبنط العريض إطلاق النار على قاضي التحقيق بمستغانم، ووزير العدل يأمر بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين. حزب طلائع الحريات يندد بانحياز الأعلام الفرنسي. كما كتبت في مواضيع مختلفة تطالعونها ضمن اليومية، من الصحافة الوطنية إلى الصحافة العربية وإلى يومية الشرق الأوسط التي كتبت في مواضيع مختلفة: جاءت كالتالي: حزب إسلامي تجاه دول تدنيس المصحف الشريف وانشقاقات متبادلة بين الجيش والدعم السريع. كما كتبت أسفل الصفحة الأولى: انقلابيو النيجر يخشون انقلابا ويتهمون فرنسا. وكتبت في عديد المواضيع: روسيا وأوكرانيا تصعدان ميدانيا بالصواريخ والمسيرات، ودعوة خليجية للعراق لحضور منتدى الشارقة. من جريدة الشرق الأوسط ننتقل وإياكم في قراءة سريعة ليومية القدس العربي التي كتبت في الشأن اللبناني: لبنان، الجيش يحاصر مخيم عين الحلوى الفلسطيني بعد فشل الهدنة، وألفا نازح والاشتباكات تحصد 11 قتيلا و60 جريحا، بالإضافة إلى مختلف المواضيع العربية والإقليمية والعالمية التي تأتيكم ضمن اليومية. من الصحافة العربية إلى الصحف العالمية، واخترنا لكم جريدة لوموند التي كتبت في موضوع رئيسي في الصحة، وهذه أبرز المواضيع الاستعجالية التي تنتظر الوزارة الجديدة. كما كتبت في موضوع نيجيريا والسودان، بالإضافة إلى مختلف المواضيع. من جريدة لوموند نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا على مختلف الصحف الوطنية العربية والعالمية، وكانت هذه أبرز المواضيع المتداولة. شكرا على كرم المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء. نروحوا باش نتعرفوا على وضعية الطرقات، خاصة رانو في فصل الصيف، ازدحام المرور، نشوفوا أيضا ارتفاع كثيف في حوادث المرور. الأكيد أنه راح نطرقوا إلى هذا الموضوع. فريال،
أكيد. وللحديث عن هذه النقاط وأخرى يلتحق بنا عبر الهاتف وعلى المباشر الرائد سمير بوشحيط المكلف بالإعلام على مستوى قيادة الدرك الوطني. صباحك سعيد سيد بوشحيط. صباح الخير لكم جميعا ولكل مشاهدي قناة الشروق نيوز. إذا بداية سيد بوشحيط، هل لك أن تضعنا ربما في صورة الأرقام الأخيرة فيما يخص حوادث المرور، ونحن نفتتح هذا الشهر شهر أوت، كيف كانت يعني حوادث المرور طيلة شهر جوان وجويليا مع بداية موسم الاصطياف؟ نعم، فيما يخص الأرقام المتوفرة لدينا أو حصيلة حوادث المرور عبر إقليم اختصاص الدرك الوطني المسجلة منذ بداية موسم الاصطياف، أي منذ حوالي تقريب شهر ونصف، منذ 17 جوان إلى غاية نهاية شهر جويلية 2023، تم تسجيل وقوع 1203 حادث مرور. خلفت هذه الحوادث للأسف الشديد وفاة 476 شخص وإصابة 2073 شخص بجروح مختلفة. إذا تم تسجيل ارتفاع نسبي في عدد الحوادث الوفيات والجرحى بالمقارنة بين هذه الحصيلة لهذه السنة والحصيلة للسنة الفارطة. كما رأيتم تم تسجيل عدة حوادث مرورية خطيرة مميتة لمركبات، نعم خطيرة ومميتة لمركبات نقل المسافرين على مدار هذه الفترة، خصوصا منذ بداية شهر جويلية إلى يومنا هذا تم تسجيل أكثر من 8 حوادث مرورية لحافلات نقل المسافرين لوحدها. هذه الحوادث كانت مميتة وسجلت أكثر من 3 وفيات. شاهدنا حادث مرور ولاية مطب غريج سجل 8 وفيات وعدد كبير من الجرحى، كذلك حادث مرور ولاية طبرات، حادث مرور ولاية البيض الذي سجل 7 وفيات و22 جريح، كذلك حادث مرور ولاية النعمة اللي سجل 5 وفيات وكذلك أكثر من 17 جريح. إذا رأينا عدة حوادث خطيرة ومميتة من طرف، كان السبب الرئيسي فيها هو السواق بنسبة كبيرة. بسبب ماذا؟ بسبب السرعة المفرطة وعدم اتباع قواعد السياقة السليمة أو عدم احترام قانون المرور بالأحرى نتيجة السير على اليسار أو التجاوز الخطير أو عدم تخفيض السرعة في المعالجات. تبقى يعني السرعة هي الهاجس الكبير أمام مجهودات الدرك الوطني في التخفيض من نسبة الحوادث المرورية. تجد نسبة كبيرة من السواق يقوموا بمخالفة مناورات خطيرة، نعم يقوموا بالمناورات الخطيرة ومخالفة قواعد السرعة عفوا على مستوى شبك طرقات السيارة والسريعة، إضافة إلى سوء الحالة المادية لشبكة الطرقات في بعض المقاطع، خاصة الطرقات اللي تشهد حوادث مرورية خطيرة، مثلا كالطريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولايتي معسكر وبشار الذي شهد أكثر من 7 حوادث مرورية خطيرة منذ بداية موسم الاصطياف. هذه الحوادث كانت لحافلات نقل المسافرين، يعني ارتكبت أو تورط فيها مركبات نقل المسافرين بصفة عامة. هذا الطريق هو طريق يعني يؤدي إلى أقصى الجنوب، غير مزدوج في بعض الأماكن، به عدة نقاط ومقاطع سوداء. دائما خلال موسم الاصطياف تكثر به نسبة الحوادث. لماذا؟ لعدة عوامل من بينها ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على تركيز السواق وكذلك يؤثر على أعصاب السائق كذلك ويفقده يعني الانتباه. سياقة الليل كذلك على مستوى هذا الطريق خطيرة جدا، يوجد عدة حيوانات على مستوى هذا الطريق كذلك. طيب إذن طريق به زوابع رملية أحيانا،
تراكم الرمال على مستوى الطريق احيانا اخرى يؤدي الى هذه الحوادث، اضافه الى عدم اتباع كما قلت قواعد السياقه وعدم احترام اشارات المرور الموضوع على جانبي هذا الطريق، يؤدي الى مجازر بين الحيني والاخر، وكذلك الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايه سكينه وولايه جانات كذلك يشهد عده حوادث مروريه ضمن المراتب الاولى، الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايه الجزائر العاصمه وولايه تمرات. طيب سيد سامير. نعم. طيب ماذا عن الاختناق المروري اللي تشهده مختلف المناطق خاصه الساحليه منها؟ نعم ممتاز. إذن خلال موسم الاصطياف كذلك يتجه المواطنون بصفة عامة إلى المناطق الساحلية والشواطئ، ويكثر التنقل في بعض الفترات من الزمن، سواء مثلا في الصباح عند الذهاب إلى هذه الشواطئ أو عند العودة في المساء، وخاصة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع. إذن والعطل الرسمية تكثر تواجد المصطافين على هذه الشواطئ. إذن هنا رغم المخططات الموضوعة من طرف قيادة الطرق الوطني ووحدات الطرق الوطني من أجل توفير وتهيئة الظروف الأمنية الملائمة حتى يكون موسم اصطياف يعني يسود السكينة والطمأنينة، دائما نجد يعني بعض الصعوبة في تسيير حركة المرور خاصة في أوقات الذروة عند المصطافين من هذه الشواطئ أو عند ذهابهم. لماذا؟ احنا نعلم باللي الطرقات المؤدية إلى الشواطئ أغلبها هي طرقات ضيقة غير مزدوجة، بها عدة معرجات وبها عدة منحدرات، كذلك بها عدة نقاط ومقاطع سوداء، إذا تشكل خطورة كبيرة على هؤلاء السواق. إذا هنا تكون يعني تكون يكون الاكتظاظ كبير جدا وتكون السرعة محدودة بهذه شبكة الطرقات، إذا دائما تكون فيها عرقلة لحركة المرور، اكتظاظ مروري كبير جدا. صحيح. إذا سيد بوشحيت، إذا ما تحدثنا عن حوادث المرور في هذا الأوقات، أوقات الذروة وين تكون فيها زحمة مرورية، هل التجاوزات الخطيرة والمناورات وين نشوفوا عديد السواق يتجاوزوا يعني ربحا للوقت وتفاديا للزحمة المرورية، هل هذا يشكل خطر على حياتهم وعلى حياة أيضا مستخدمي الطريق الآخرين؟ بالفعل نعم، هذا يشكل خطر كبير جدا عليهم وعلى مستقبلي الطريق الآخرين، هذه السلوكيات السلبية والخاطئة المرتكبة من طرف بعض السواق للأسف الشديد من فئة الشباب، هؤلاء السواق يكون يعني لديهم رخصة سياقة مثلا تكون جديدة أو أقل من 5 سنوات، ما يكونش عندهم خبرة كبيرة في السياقة، دائما نلقاو صعوبة ومشاكل معهم، خاصة كما قلت في أوقات الذروة أو أوقات الليل تزداد هذه المناورات الخطيرة والتجاوزات الخطيرة، خاصة لأصحاب الدراجات النارية. صحيح. حتى سيد بوشحيط أريد الإشارة إلى نقطة أيضا، أنه بعض سائقي السيارات للأسف يستخدموا حتى طريق المخصص للإسعافات الأولية للاستعجالات عفوا أقول. نعم هذا خطر كبير جدا كذلك، ويؤثر على حركة المرور وسيرورة حركة المرور. الشريط التوقف الاستعجالي كما سميتي هو مخصص للإسعافات وكذلك للحالات الخطيرة، أو مخصص للطوارئ كذلك، لا يسمح باستعماله من طرف السائق العادي إلا مثلا عند الضوار القصوى، عند حدوث خلل بالمركبة أو عند مرض السائق. إذا هنا أنا نشوفه باللي ثقافة إخلاء هذا الطريق ناقصة عند المواطن لدينا أو عند السائق بسبب نقص الوعي المروري، دائما نجد صعوبة كبيرة في إخلاء هذا الطريق. شاهدنا دائما وضع مخطط مثلا على مستوى طريق السريع الجنوبي الرابط بين بلدية زيارة. طيب سيد بوشحيط. إبراهيم. طيب سيد بوشحيط، دائما في إطار حوادث المرور المميتة، من بين الحوادث التي تشهدها مختلف الطرقات وهي احتراق المركبات في ظل ارتفاع درجات الحرارة الغير اعتيادية، في هذه الحالة وشنو هي النصيحة باختصار اللي تقدمها لكل المواطنين تفاديا لهذا
الحوادث. نعم، ارتفاع درجات الحرارة خاصة في هذه الآونة اللي هي الآونة الأخيرة كما شاهدنا كان فيها ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، زادت بالفعل نعم زادت احتراق هذه المركبات على مستوى شبكة الطرقات بسبب عدة عوامل، من بينها خلل مثلا في التوصيلات الكهربائية أو خلل مثلا في التوصيلات الخاصة بالبنزين، هنا يزيد من احتمال احتراق هذه المركبة. إذا نقول لهم احنا بالنسبة لسواق من أو سواق المركبات بصفة عامة نقول لهم ضروري قيام الصيانة الدورية للمركبة، ضروري جدا يجب تفقد أسلاك التوصيل في المحرك الحرق على مراقبتها مع فحص مدخر البنزين وخزان الوقود، القضاء على التسربات المختلفة ضروري جدا. بالنسبة لشاحنات الوزن الثقيل كذلك وحافلات نقل المسافرين، رأينا هذا المشكل أو احتراق هذه المركبات لديها كثير بسبب عدم القيام بالوقفات المختلفة على على مستوى الطريق، تجد سائق الحافلة يقوم بقيادة الحافلة لمدة 5 أو 6 ساعات متواصلة وهذا يشكل خطر كذلك. احتكاك العجلات الخلفية للحافلة والشاحنة يؤدي إلى احتراق هذه الشاحنات مع مرور. شكرا لك سيد سمير بوشحيط المكلف بالإعلام على مستوى قيادة الدرك الوطني، نتمنى أن تساهم أيضا في إثراء النقاش هنا حضوريا في الأستوديو للحديث عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حصيلة حوادث المرور مع منذ بداية موسم الاصطياف. وإياكم في هذا الأثناء وفريال إلى فقرة قارة في البرنامج ضمن فقراتنا اليومية. أكيد إذن فقرة حماية المستهلك وينطلق اليوم لموضوع مهم جدا يهم كامل المشاهدين والمتابعين اللي ربما يحبوا يستمتعوا ببلادهم يكتشفوا مختلف المناطق السياحية الجزائرية، لكن للأسف يصطدموا بواقع آخر هو ربما غياب شبه كل البنى التحتية السياحية من جهة، من جهة أخرى ارتفاع تكاليف الفندق المتوفرة للأسف مقابل الخدمات المقدمة على مستوى هذه المطاعم أو الفنادق. الأكيد باش نناقشوا هذا الموضوع وباش نطرقوا إلى مختلف التفاصيل والنقاط العديدة اللي راح نفتحوها صباحة اليوم، يلتحق بنا في هذا الأثناء السيد فادي تميم، نقول له صباح الأنوار. سيد فادي صباح الخير، مرحبا بكم من جديد وشكرا للدعوة لتلبية دعوة البرنامج. شكرا لكم انتم يعني تطرقوا كل أسبوع ولا كل مدة تطرقوا الموضوع مهم يخص الاستهلاك والمستهلك. جميل، موضوعنا لنهار اليوم يخص كل يهم كل المشاهدين ويخص قطاع السياحة تحديدا. الأكيد أنه رانا في وقته الناس تحب تحوس، مازال ما فاتش العطلة الصيفية، الأطفال راهم في انتظار وين يروحوا، الأهالي أيضا راهم حيرين وشنو هي الوجهة وين راح يختاروا وكيفاش راح يختاروا نظرا للارتفاع المحسوس في كل الأشياء، إن كان فندقة إن كان حتى دوكا لي بلاج ولا هو بريفي ولا تخلص باش تريح. فالأكيد أنه المواطن البسيط راه في حيرة من أمره. بداية علاش هذا الارتفاع؟ أولا يعني خلينا نرجع تاريخيا، كنا كعنا إشكالية في المؤسسات الفندقية أو البنية التحتية السياحية في الجزائر. الإنسان ما ينكرش أنه تطورنا، أصبح الآن عندنا فنادق، عندنا منتجعات سياحية، عندنا مراكز سياحية ما إلى ذلك، لكن للأسف الشديد هذه جميع هذه الخدمات تتخذ من الأسعار العالمية كمرجع لها، بينما هل الموظف الجزائري أو المواطن الجزائري المتوسط الدخل المرتبات تاعه ولا المعاشات مثل في دول أوروبية؟ هذا أمر غير معقول. لأنه لما نحكي على غرفة فندقية 5 نجوم لما تكون في الخارج 100 أورو ولا 120 أورو بالنسبة يعني الموظف في الدول الخارجية 100 أورو يعني جزء بسيط من المرتب تاعه، لكن في الجزائر 100 ولا 120 أورو قد تمثل نصف أو أكثر من نصف الراتب. 120 أورو بالدينار الجزائري شحال ولا بصوت باش المواطن؟ يعني احنا نقولوا 22000 23000 دينار يعني بالليلة الواحدة، زوج ملايين و200 زوج ملايين و300 هذه يعني لليلة الواحدة تمثل يعني نصف. صحيح. يعني موظف جزائري يروح يقضي يومين يقضي على الراتب تاعه هذا بدون أكل وشرب، هذا يعني مقارنة هاي الإشكالية احنا في منظمة
ننادي دائما انه تكون الاسعار معقوله مقارنه بالقدره الشرائيه او الجزائري. اذا تحدثنا عن الاسعار انها مرتفعه للاسف، يقابلها او تقابلها خدمات ليست في مستوى الخدمات السياحيه المقدمه في دول الخارج، في بعض دول الجوار ايضا، يعني خلص النصف الراتب تاعو لكن ما يصيبش خدمات في مستوى الاسعار. شوفي حكينا على انه تطورنا من حيث يعني الناحيه الماديه، البنى التحتيه، المؤسسات، الحمد لله قاعدين نتطور، لكن للاسف نقولها بصراحه، يعني سؤالك جيد جدا، لانه للاسف راس المال البشري لم يتطور تطور راس المال المادي. نجد ناس استثمرت في هذا القطاع لكن للاسف هي مش في هذا القطاع، ما تعرفوش. حتى احنا كمجتمع جزائري نقولوها بصراحه ما عندناش هذيك الثقافه السياحيه مثل الدول اخرى، يعني حتى المجتمع مازال ماهوش يعني في هذا المستوى. نعطيكم هنا مثال بسيط، مش غير في الفندقة ولا في السياحة، نعطيكم مثال في المعاملات التجارية في الجزائر، الابتسامة تغيب. يعني هذا من بين الأمور اللي تحس في نفسي، أنك تدخل لمحل تجاري تقول السلام عليكم وتبتسم قدر ما يرجعها لكش. ما زال المواطن الجزائري أو التاجر الجزائري مشاكل الدار يجيبها للمهنة، هي عندك مشاكل في الدار، يكفي أنك تدخل للمحل راك تستقبل في الناس، تنسى هذيك المشاكل وتستقبل وفق ما يمليه عليك هذيك المهنه. الان المؤسسات الفندقيه هذه كاين زوج نقاط سلبيه. اولا ما ننكروش ايضا يعني المجهودات اللي تقوم بها الدوله في اطار التكوين، عندنا مدارس عليا الان للفندقه، عندنا في التكوين المهني، حتى في التكوين المهني تكون، لكن هذه الكفاءات الشبانيه للاسف الشديد يتم استغلالها في هذه المؤسسات. انا نعطيك مثال، فندق تلقى كل شهر وجوه جديده، صح، كل شهر عندنا موظفين جدد، يتم استغلالهم، يعني يديروا لهم فتره تربص باه ما يسلكوش مليح ولا باه ما يديرلوش منصب عمل قار، بعد ست اشهر تلقى وجوه جديده. هنا في اي دوله في العالم مؤسسه فندقيه محترمه تلقى ليزونسيان القدم ويدخلوا ننجكتيو معاهم جدد يتعلمون منهم ويتعلمون المهنه. للاسف الشديد لهنا في الجزائر هاي لهنا لازم الدوله تقف على حمايه هذو الشباب باه يكون عندهم موظفين يعني مناصب عمل ويتطوروا. للاسف هذه التغييرات اللي تحدث في المؤسسات من اجل عدم تقديم يعني المرتبات الشهريه او الانقاص في المرتبات الشهريه تؤثر على نوع الخدمات في الجزائر. طيب نروح، كنت تطرقت الى نقطه مهمه جدا وهي الاستقبال، الابتسامه في وجه الزبون، وهي الخدمه المعنويه. هل الخدمه المعنويه يخلص عليها الزبون؟ هل داخله في زوج ملايين و200 اللي هضرنا عليهم؟ في زوج ملايين و200 تدخل الخدمه المعنويه اكيد، حسن الاستقبال، حسن المعامله، حسن هذه الامور. الناس اللي يعني لو نروحوا الان للسياحه نستقطبوا السياح الاجانب، صعب جدا انه يقنع بنوع الخدمات اللي عندنا. ما نقولوش انها سيئه جدا لكن ما يقبلش بها، لانه هو لما يدفع الثمن يدفع كل شيء مع بعضه، المقابل المادي والمعنوي. يعني واحد جاي الفندق 5 نجوم ولا 4 نجوم لازم يكون حسن الاستقبال، طريقة المعاملة، حتى تبدأ من موقف السيارات أكيد إلى داخل الغرفة إلى حين ما يجي خارج، باه تكون عنده تجربة جيدة ويرجع لك. أما إذا كانت عنده تجربة سيئة فأكيد مش راح يرجع. ولكن اسمح لي فقط تعقيبا على ما راحش يرجع لك، ربما يقول لك باللي مضطر اليوم يمشي بعقلية ما عندوش وين يروح يعاود يولي لي. لا الآن في الفترة الحالية يوجد تنافس كبير، نشوفوا ان مؤسسات فندقيه قاعده تفتح ما نروحوش المناطق فيها عجز. مثل نعطيك مثال، احنا عندنا السياحه الصحراويه، السياحه الصحراويه لما تقول انه جانت راهي قبله للسياح الاجانب مباشره، ولما تبحث في جانت انك تلقى مؤسسه فندقيه محترمه ما تلقاش، ما كاينش استثمار. هذه عندك الحق، مجبر يصبح الزبون مجبر لانه ما عندوش يعني مجبر، ولكن ما يحقلوش، ولكن ما يحقلوش انه يمشي بهذه العقليه مع الزبون. اكيد لازم نغيره
سلوك هذا صحيح. السلوك لازم يتغير، خاصة أنه ربما المواطن الجزائري اليوم عندما يتجه لدول الجوار على سبيل المثال تونس نتخشى لك تماما، انترك في الميدان، وربما أنت أدرى بهذا معظم الجزائريين يختاروا تونس كوجهة سياحية خلال صيف. إذا كان هناك إنزال سياحي، تحدثت عن رقم يعني قبل جائحة كورونا في 2019 يعني أم طبول، معبر أم طبول يعني قدم أرقام 9 ملايين جزائري يعني تنقل الخارج الوطن لتونس يعني تحديدا. الجزائري في تونس يعامل كملك يعني من حيث الخدمات المقدمة، لكن إذا ما دفع نفس السعر في الجزائر راح تكون عنده يعني معاملة أخرى، والخدمات ما راحش تكون في المستوى تاع فندق عنده 3 نجوم. نعم. حتى لو كان 5 نجوم. أولاً يعني خليني نقول لك في تونس مش غير الجزائر اللي يعامل كملك، أي سائح أجنبي يعامل وعنده هذيك الحماية وعنده الترحيب وما إلى ذلك، هذا ما لا نجده في الجزائر. هذه نقطة. أيضا لما تشوفي الأسعار، فترة سابقة كان عندهم منشآت أحسن منا، الآن رانا في مستوى صحيح. واحد، لكن الأسعار اللي عندهم منخفضة بالنسبة للأسعار اللي عندنا. لما تشوفي أنت الوجبة ولا طبق معين في فندق 5 نجوم مقارنة بالجزائر، أو حقوق الدخول إلى مسبح مقارنة بالجزائر، راهو فرق كبير للأسف الشديد، فرق كبير. نحسوا أنه كاين تطور لكن ما زلنا ما وصلناش للمستوى. أيضا لما يحس، الآن نعطيك مثال، لما سائح أجنبي هل يدخل الجزائر، ماهوش ما نقولوش أجنبي معناته أوروبي، ممكن يكون عربي أو أوروبي يدخل الجزائر. الجزائر جميلة طبيعيا، ربي أعطانا الطبيعة جميلة صحيح. يعني مقومات سياحية، مقومات سياحية موجودة، لكن مثلا حب يروح لوحده للشاطئ يلقى هذوك جماعه تاع الباركينج بطريقه يعني حتى يولي يخاف، حتى يولي يخاف. يعني من المفروض يكون تغطيه امنيه جيده للمناطق السياحيه، لانه صوره الجزائر بالنسبه للسائح الاجنبي هي صوره الجزائر في الميزان. فادي تحدثت عن النقطه، لازم نفتح قوس صغير. للاسف يعني عصابات الباركينج رغم مجهودات يعني الدوله ورانا شاهدين عليها، لكن ما قدرش تقضي عليها كامل للاسف. يعني حادثه حبيت نشاركها مع المشاهدين، انه منذ 3 ايام او 4 ايام اتجهنا للشاطئ، وكانوا يعني شباب جايزين وحنا يعني كنا في صدد ركن السياره. اذا مجرد انه شافونا رانا نحب نقاري في هذيك السياره، جولينا على اساس انهم هما باركينجر ان صح القول، يعني اعتذر عن المصطلحات، كانوا جايزين فقط. يعني كيفاش واحد يكون جايز يقول لك خلصني؟ يقول لك خلصني. هذه هي الاشكاليه، يعني طارق ملك الجميع والحظيره ملك الجميع. كثير شوفي في كثير من المناطق اصبحت يعني يسترسفو، فرض ما نقولوش باركينج، فرض اتاوات صحيح. على الناس يستغل الانسان هذا براني ولا بعيد ولا ما يعرفش المنطقه بطريقه الشكل تاعو والهندام تاعو يخليك تخافي، او طريقه الكلام تاعو. على المستهلكين الان تقديم بلاغ، من المفروض تقديم بلاغ المصالح، لانه لو تلاحظي معايا كل شاطئ يوجد فرقه للدرك الوطني بالنسبه للشواطئ المسموحه، تلقاي فرقه للدرك الوطني موجوده. لو كل مواطن يروح يشكي منهم اكيد راح ينحيهم. احنا الاكيد انه طلبنا فاتوره، طلبنا فاتوره، قلنا له اعطينا التذكره، اعطينا التذكره، هو ما كانش عنده، لانه يعني ببساطه كان جايز، كان جايز حاب يستغل الفرصه انه يسترزق ب 20,000 ولا 10,000 للاسف. احنا يعني رفضنا تسديد هذاك المبلغ، لكن جوزنا ساعتين ولا 3 ساعات وحنا نخمو في حاله السياره، اذا راح نلقاو العجلات يعني متقوبه، ولا راح نلقاو السياره يكون كرطها لنا، ولا يعني هذه هي الاشكاليه، هذه الصعوبات والمشاكل اللي تواجهها المواطن بشكل يومي للاسف الشديد. يعني احنا دوك لازمنا كي نقولوا اقلاع سياحيه ولا فتح المجال لقطاع السياحه من اجل يعني اخذ مكانته الطبيعيه في الجزائر، هذه التصرفات البسيطه تبدا من هذه وتروح. للاسف الشديد يعني توجد بعض المظاهر اللي تسيء للمنطقه، تسيء. حتى نعطيك مثال، خلينا المناطق السياحيه اللي تصبح قبله للعائلات الجزائريه، وتلقاي انه التجار يستغلوا الفرصه ويرفعوا في الاسعار، ايضا هذه تسيء للمنطقه، تخلي الناس صح انا جيت كذا العام، خاصة السياحة الداخلية روحوا من ولاية لولاية،
جيت كهذا العام بصح العام الجاي نعاود حساباتي صح. لما توصل قارورة المياه المعدنية من 30 ولا 35 دينار 60 و 65 دينار معناها هذا استغلال للفرص صح. هذه الأمور كامل نبدأ بثقافة نوعية الخدمات أيضا لازمنا المرفقات هذه المرافق هذه تكون يعني تحت حماية الدولة بصفة أمان للمواطن لما يجي الإنسان يقضي إجازة تاعو يخلصها يكون مرتاح نفسيا. جميل، نروح إلى نقطة مهمة جدا وهي نقطة النجوم اللي تقدم إلى الفنادق واللي تصنفهم من صفر إلى خمس نجوم. بداية، هل المعايير هي معايير عالمية تصنف ضمنها الفنادق الجزائرية وبعض الفنادق، ما نروحوش إلى كل الفنادق لأنه كاين فنادق صح بمعايير خمس نجوم، ولكن نروح إلى فنادق أحدوخات تلقاها عندها ثلاث نجوم أربع نجوم ولكن تلقى الخدمات ما فيهاش، لا ترقى إلى نجمة واحدة. صح، شوف بالنسبة يعني تقديم النجوم أو يعني الفئة تاع كل فندق حسب المعايير العالمية ويعني الشروط اللي موجودة من أجل منح هذه، ولكن تروح ما تشوفها ما تنسش المعايير. ندوك نقول لك الإشكالية أنه نشوفه إحنا دائما في الجزائر نشوفه لدفتر شروط معين. دفتر شروط معين هذا إذا استوثف دفتر الشروط يدي نجمتين ولا ثلاث نجوم يديها، لكن بالمقابل ما نروحوش نراقبوه أثناء فاتوا دا زوج نجوم ولا ثلاث نجوم وفق دفتر الشروط ما نروحوش ما كانش رقابة. مثلا تلقاه عطاوه على البيسين، البيسين مغلوقة طول السنة. أعطيك الصحة، هذه في دول أخرى هذا ديت زوج نجوم ولا ثلاث نجوم ولا اربع نجوم ماهوش مكسب دائم، هي يعني معايير استوفيتها في فتره يكفي انه تغير الخدمه تاعك، يكفي انه تتراجع نوعيه الخدمات اللي عندك ولا نوعيه الماكولات وما الى ذلك. كاين لجنه اللي تابع في الجزائر، كاين بزاف امور اللي فيها الرقابه وفيها مفروض نتبعوها ما نتبعوهاش، يكفي دا خمس نجوم قادر يقعد من 2023 لنهاية العالم هو خمس نجوم، لكن داخليا ما بقاش خمس نجوم صح. كلش خدمات ديغرادا. ولكن نقطة فقط في نفس السياق نحب نطرق لها وهي مثلا الخدمات اللي تقدم عليها نقود ولا مبالغ مالية إضافية تروح إلى خدمة الصونة في الحقيقة أو المسبح، هو في الحقيقة تدفعه في الدخول أثناء الدخول في 2000 ولا زوج ملايين و200 لما تروح يقول لك لا تخلص عليه. شوف هذه قضية عروض العرض كمستهلك لما تدخل العرض المقدم لك يجب أنه تفهمه كامل لأنه يقدم لك مثلا يقدم لك غرفة بالإضافة إلى إفطار الصباح مثلا والدخول إلى الشاطئ الخاص أو المسبح، يعني يدخل في الغرفة، يعني العرض اللي عندك يتغير. لازم تكون أنت كمستهلك ذكي أنه قبل ما تدفع الثمن تعرف العرض اللي عندك، لأنه كثير من الفنادق يقولك أوكي عندك قاعة اللياقة البدنية عندك الدخول إلى المسبح ما يقولكش عندك سبا، عنده هو ثلاث هذو المرافق بس هيعطيك زوج والثالث يقولك لا إذا حبيت تدخل تدفعه. إذا كان في العرض هذا كل الأمور هذه ومن بعد يقولك زيد أدفع لهنا ما عندوش الحق، لكن إذا ما كانتش في العرض في الأول في العرض ودفعت الثمن أنت ملزم أنه تدفع ثمن خدمات إضافية أخرى. صحيح. نشوفه من جهة أخرى من بين الأمور اللي يشتكوا منها السياح الجزائريين وسلبية جدا في الخدمات الفندقية أنه السائح الجزائري ربما يخلص بزاف، يعني مش يجوز هذوك اليامات في هذاك الفندق، لكن عندما يحب ربما يستغل يعني قاعة رياضة يقولوا له لا راهي رانا نعيدوا التهيئة تاع القاعة ولا حتى المسبح الرئيسي رانا نعاودوا التهيئة تاعو، يعني في عز موسم الاصطياف تلقاي جميع الحجج، يعني للأسف الشديد يعني تحسيها حتى عمليات نصب واحتيال. صح. هي من المفروض فندق يحترم نفسه يحترم الاسم تاعو، من المفروض العروض اللي تكون عنده موجودة، وأولا العروض هذه تكون أفيشي يعني معلن عنها في قاعة الاستقبال به المستهلك يشوفها ومدور عون الاستقبال انه يفهموا وش هو العرض اللي عنده. الحجج هذه تاع وصلنا حتى يقول لك ما كانش تليسيتي
وما كاش الماء. يعني للاسف شديد هذو الناس، انا يعني تناقشنا كثير في موضوع السياحه وخاصه مع ناس مختصين في المجال، يقول لك انه للاسف الشديد كثير من الناس استثمرت في السياحه وهي ماهيش اهل للسياحه. أهل يعني بالنسبه لي شوف السياحه هي مهنه يعني صعبه، ولازم يكون الانسان اللي يخدم السياحه يكون عنده هدف باين، بينما كما نقولوا رجل اعمال ماهوش الدومين تاعو السياحه ويدير سياحه تلقاه 200 مشكل كما هذا. ونعطيك مثال، مثلا انا داخل الفندق لقضاء الاجازه تاعي، ما معنى الاجازه؟ الراحه، الاستجمام، ما الى ذلك. نلقى هذاك الفندق القاعه اللي موجوده في الفندق كارهه العرس، تلتولي في اشكاليه كبيره. هذه الامور اللي تاثر على الانسان يعني. اكيد تحدثنا عن الفندق، لكن ما نكذبوش على روحنا، المستهلك الجزائري ماشي كامل عندهم الامكانيات انهم يتجهوا انهم يجوزوا العطله السنويه تاعهم في فندق 5 نجوم ولا حتى 3 نجوم ولا نجمتين وما الى ذلك. نتحدثوا على ابسط الخدمات السياحيه اللي هي المطاعم. اليوم على سبيل المثال يعني عائله تخرج من الشاطئ ما تحبش تروح للدار، تروح يعني للمطعم. للاسف في نهايه اليوم للاسف الخدمات اللي قدموها اذا ما قارناها بالاسعار يعني كارثيه، وحتى معايير النظافه اقل المعايير لا تحترم. احيانا تصل لدرجه انه ما كانش خدمات بكل صراحه، ما كانش خدمه. تروح تخدم روحك دروك تخلص وتزيد تخدم. منطقه سياحيه مثلا، منطقه سياحيه للاسف الشديد كاين نقطه ما ننتبهولهاش وهي كارثيه. الان الانسان اللي يتنقل من ولايه لولايه ويروح للشاطئ، اين هي المراحيض العموميه في المنطقه؟ ها هي نحكيوها بصراحه، مشكل كبير. نحكيوها بصراحه، يعني حنا نقولوا هذه المنطقه سياحيه، والمواطن اللي جاك من ولايه اخرى واش ذنبه؟ لما يوصل المنطقه نقولوا حنا سياحيه، مرحاض عمومي ما كانش. هذو الامور اللي لازمنا ننتبهوا لها. ايضا اصبح المستهلك مخير، اذا يروح المطعم نظيف وباهي وكذا اسعار خياليه. اسمح لي نحبسك في هذه النقطه. تروح للمطعم نظيف كما راك تقول، من بعد تلقى لي سانيتير حاشاكم واكرمكم الله مغلوقين. هاي اشكاليه هي. ولا بالمفتاح مصر. بالمعرفه يعطيك بالمفتاح. للاسف شوف هذو الامور صح، كيس المعرفه هذه صحيح. هي معرفه يعطيك مفتاح. بعض المقاهي صح، وقفنا على هذه النقطه صح. شوف المقهى ولا المطعم من اجل اخذ الاعتماد باه يقوم بالنشاط التجاري تاعو، لازم يكون عنده المرفق تاع مرحاض في المحل تاعو. لماذا؟ لانه هو صح يبيع لك القهوه، لكن بالمقابل كاينه خدمه يقدمها للزبائن تاعو. بينما هنا في الجزائر تدخل تطلب تدخل تروح المرحاض تلقاه مغلوق، ترجع لهذاك يشوف معاك مليح باه يعطيك المفتاح، شغل يقيمك معنويا باه يعطيك المفتاح. ولا راه يقول لك راه اونترافو. المشكل شنو هو؟ استثناءات من المفروض في هذه، ضرب يد من حديد. اذا كاين اي واحد يحاول يتلاعب، يكفي انه يدي الاعتماد تاعه ومن بعد يغلق الحاجه اللي ادى منها الاعتماد. بهذا الامور لازمنا نحاسبوا عليها التجار. سيد فهد، حبيت ايضا اشير الى نقطه فيما يخص المطاعم. تحدثنا عن المطاعم وربما في الشوارع الرئيسيه وما الى ذلك، لكن تحدثوا ايضا في المطاعم اللي تحصل الاعتماد باش تحل مطعم صغير يعني على الشاطئ فاست فود. نشوفوا يعني ما فيها مبرد، حتى الساندويتشات اللي تقدمها يعني تخاف حتى انك تستهلكها. لكن نشوفوا الاسعار يعني سنويا يعني ترتفع في ارتفاع مستمر. ساندويتش اللي كيتو المره اللي فاتت ب 14000 تاكلو ب 20000 الصيف الجاي. وللاسف نشوفوا حتى المستهلك الجزائري يعني عنده ايضا المسؤوليه تاعو في هذه النقطه، لانه يقبل بهذا الوضع. يعطيك الصحه. القبول بمثل هذا الوضع، ممكن السعر اتغاضى عنه، لكن للاسف اذا لقيتي مثلا الان في مدينه سياحيه في مدينه داخليه تلقاي ساندويتش يدير 200 دينار في مدينه ساحليه راح تلقيها ب 400 دينار. قلت لك وصلنا قاروره الماء في مدينه ساحليه وصل 60 دينار، رغم انه سعره 30 35 دينار، يعني استغلال يرافقه اتساخ، معامله سيئه. هذه نقولوها بصراحه. صحيح. معامله سيئه. تشوف كيفاه طريقه تحضير الاكل قدامك، مستحيل تاكل. يعني تشوف بعض المناطق للاسف الشديد هي
مناطق ساحليه مناطق مليحه كذا، كي توصل لهذو الناس اللي يخدموا وهذو الناس من المفروض اذا راقب مطعم راقبوا مره في الشهر هذو اللي موجودين على الشواطئ والسواحل يجب ان تراقب في الاسبوع مره، ما نخليهمش هذو، لانه واش قاعد يدير كميه ناس بزاف قاعد يتعامل معها، واذا يعني صار تسمم غذائي راح ياثر على ناس بزاف، بالاضافه الى الصوره العامه راهم قاعدين يسوءوا سمعه مدينه باكملها. صح. ونرجعوا كلامك صحيح 100%، المستهلك اللي يقبل مثل هذه الامور وما يبلغش تحمل المسؤوليه وما يريكلاميش. بعض الناس تقول لك احنا يعني الطابله ما يجيش يمسحها اقل شيء، مين مكان يا وي تخنزر فيه مع بقايا الطعام بدراهمك بدراهمك. انا رحت المنطقه ما كان لها نذكرها احتراما للولايه، طلبت اولا باقي نشوف معاه كيف قاعد، طلبت شوفي الطريقه اللي شاف معايا والطريقه، يا اخي انا راح ندفع الدراهم مانيش جاي نطلب منك باطل ولا حاجه، طريقه قلت له سيبو ما نديش بصح واش تجي تجيك انه تروح لازم تروح المنطقة بعيدة باه تاكل وكذا. للأسف الشديد هي استغلال للفرص، طريقة معاملة هذو الناس. من المفروض أولا تاجر، اسمح لي نطول شوية يوسف، تاجر من هذا النوع راهو واجهة، من المفروض ماهوش محترم ماهوش مليح ماهوش نقي ما يخليهوش ينشط. نعطيك أنا مثال الآن، خليني نخرج شوية من الموضوع. الآن مثلا محل تجاري في محطة مسافرين اللي هي في الخروبة، هذا المحل راهو واجهة للجزائر. صح. لأنه تصب في هذا المحطة تصب 58 ولاية بالإضافة إلى الناس الأجانب اللي متنقلين بين الولايات. هذا المحل راهو واجهة، مخلينا من أنه محل تجاري راهو واجهة صورة للجزائر. صح. صورة، إذا ما حافظتش هذا على الصورة نغلق له ما خليهش يخدم، إذا ما كانش في تعامله جيد مع الناس، إذا ما كانش نظيف يصبح يسوء في سمعة صورة سيئة الولاية كاملة للولاية وحتى للجزائر. طيب شنو هو أهم موقف عليه كمنظمة لحماية المستهلك خلال فصل الصيف منذ بداية هذا الفصل؟ شوف أكثر الشكاوي اللي جينا هي على مشكل الباركينج ومجانية الشواطئ. شوف باه نفهم المشاهد الكريم، لأنه كاين خلط في هذا الأمر. مجانية الشواطئ اللي تقول عليها الدولة، يعني كل عام نقولوا مجانية الشواطئ، هو مجانية الولوج إلى الشاطئ. أما ركن السيارات فكل بلدية يمكنها أن تؤجر هذا المكان المساحة سواء لشركات أو أشخاص أو هي تستغله. يكفي كما قالت أخت فريال أن استظهار التذكرة، تبين السعر رقم التذكرة والجهة المسؤولة. بالنسبة للشاطئ في حد ذاته لما نعطيه خدمة كراء الكراسي والطاولات، معناها انه يروح في زاويه ويحط الكراسي تاعو والطاولات ويجي مواطن يطلب منه تاجيرها يحطها له في المكان الخالي، مش معناها انه على 7 تاع الصباح ولا 6 ونص تاع الصباح يحتل الشاطئ كامل ويحط الكراسي والطاولات تاعو فارغين يرغم يعني ويصبح المواطن لما يجي مضطر. إذا ما هوش محتاج كرسي ولا طاولة يقعد في الخلف ما يقدرش يقابل الشاطئ، هذا اللي ممنوع. وإذا لقينا هذه الظاهرة يكفي أنه نلتحق بأقرب فرقة للدرك الوطني اللي موجودة يهبطوا هنا، يصبح المعدات تاعه كامل قابلة للمصادرة وتوقيف نشاطه التجاري. إن شاء الله توصل رسالة لهذا الأشخاص اللي يستغلوا للأسف الحظيرة وحتى الشواطئ كأنهم يعني ملكية خاصة على حساب المواطن الجزائري البسيط اللي هو المتضرر الأكبر من هذا الظاهرة. للأسف لأنه الناس لا بس بها الأكيد راح تتجه لخارج الوطن، لكن كفانا يعني خلوا الناس يعني تبحث عن متنفس بالمجان، كل واحد ظروفه المالية. يعطيك الصحة فادي تميم المنسق الوطني لمنظمة حماية وإرشاد المستهلك، كنت ضيفنا اليوم، شكرا على هذا الالتزام الأسبوعي معنا. شكرا لك. إذا مشاهدينا دون إطالة نرحبوا بضيفتنا الجديدة في هذا الفقرة، ودائما نسعى أن يكون عندنا تنوع في الضيوف ونقدم الفرصة للجميع. واليوم سمحتنا الفرصة والشرف أننا نستقبله سايس نور الهدى دكتورة صيدلانية. صباحك سعيد، اهلا بك. صباح الخير فريال، صباح الخير يوسف، صباح الخير لكل المشاهدين، وشكرا على الاستضافه. شكرا لك انت على قبول دعوه البرنامج. وراح نطرقه الى الاظافر تحديدا اللي هي
ربما شيء حساس في جسم الإنسان، راح نتعرفوا على الفطريات الأسباب وراح نطرقوا إلى نقاط عديدة، ولكن في البداية نحب نعرف وشنو هي الفطريات اللي تجي في الأظافر، فطريات الأظافر. فطريات الأظافر، فطريات الأظافر هي لازم نعرفه باللي هو مرض اللي هي عدوى فطرية تصيب الأظافر، يعني بعد ما الظفر يدخل اون كونتاكت ديريكت مع هذاك الفطر ونزيدوا له الجو الملائم اللي ينمو في هذاك الفطر اللي هي الرطوبة والحرارة اللي راح تولي عندنا هذوك الفطريات في الأظافر. لكن وين يصيبوا هذا، وين يحتك به، قلتنا يحتك به مباشرة، صح؟ وين يصيبوا، وين يتلقى به، وين يتلقى به هذه الفطريات، نتلقاو به كما قلت لكم في المناطق اللي تعطي له إما الرطوبة إما الحرارة. داكوغ، تما الانتقال له كيفاش راح يكون؟ راح يكون أولا لازم يكون عندنا لو كونتاكت ديريكت، كيما باغ إكزومبل نستعملو كوبونكل تاع واحد اللي يكون مريض أصلا بهذوك الفطريات، تما كل واحد لازم يكون عنده لو كوبونكل بيرسونيل تاعو، ولا في المناطق اللي فيها بزاف الرطوبة، باغ إكزومبل كيما لو بيرسونيل اللي يخدم في لافاج، اللي يخدم في لابيسين، راهو طول طو أون كونتاكت مع الماء وما ينشفش. داكوغ، والمناطق باغ اكزومبل اللي فيها الحراره كيما باغ اكزومبل لي سبورتيف اللي يلبسوا طول طون لي سوليي سون ايغاسيون اي تو، دونك راهو وفر له الحراره، دونك راهو دار له ثاني الظروف الملائمه باش يتكاثر هذه الفطريات. وسورتو دوكا تيك لي راهم لي كا اللي راهم يجوا بزاف سي لي فام اللي يديروا بزاف لي زونغل تاعهم عند لي صالون، عند لي صالون دو بوتي، يعني وصفه يعني مهمه جدا. كل النساء اللي راهم يشوفوا فينا راح يتخوفوا من هذه الكبسول. وقبل ما تجاوب دكتور عفوا، اقول كاين ايضا دراسه حديثه اثبتت انه التعرض لازيد من 20 ثانيه للاشعه هذيك اللي تساعد في تجفيف نعم هذاك الجال هذاك راح يخلينا عرضه للسرطان. ودليل على ذلك انه امراه امريكيه يعني خرجت لها هكذا طاشه فقط سوداء وما اصبحت مؤلمه نوعا ما، كي راحت يعني للمخبر تاع التحاليل وخذوا عينه من هذيك النقطه هذيك الصغيره صابوا انها يعني خلايا سرطانيه. اكزاكتومون، دونك راهو فيها راهي فيها مدار اكثر من اللي راهي فيها منافع. ديجا نعطي معلومه صغيره برك على هذوما اللي يروحوا يديروا يديهم تحت لي لامب يوفي، دونك لازم كل يوم يديروا ليكرون توتال ليكرون توتال بور سو بروتيجي من هذوك لا لوميير. مي ابار سا فهذوك لي صالون دو بوتي واش يديروا؟ الحاجه الاولى ينحوا هذا الكوتيكول اللي هو شغل سيتون مومبران، شغل جلد صغير بين الجلد والضفارتين، غشاء صغير، غشاء صغير هكا ينحوه دون ان بوت استيتيك يعني باش يبان الضفارتين شابين اجمل. مي بصح هو راح يكون كلي بورت دونتري، كلي راك جرحت الضفر تاعك باش تخلي له الفطريات يدخلوا اكثر، دونك هادي راح تكون باب باش يدخل هذاك الفطر للاظافر. وثاني كيستعملوا الادوات اللي ما تكونش معقمه، باغ اكزومبل يستعملوا وحده تكون مريضه بهاد لي شامبينيون ويروحوا يستعملوا الادوات هذوك الامباسيون سان ويعدوها. طيب كيفاش نتعرفوا على بدايه لي شامبينيون ولا الفطريات في الاظافر؟ تري بيان، دونك لازم نعسوا ثلاثه حاجات، لازم نعسوا الشكل تاع الظفر، دونك الظفر يكون صحيح، يكون صحي، يولي هش اكثر، يتكسر يتقطع، شغل تحسوا باللي في خيوط هكا راهم يخرجوا منه. الحاجه الثانيه لازم نعسوا اللون، غير نعسوا اللون تاع الظفر نشوفوا بدا يولي اصفر شويه اكثر ولا بدا يولي شويه كحل، ثاني راهو من بين هاد لا سيمتوم. والحاجه الاخيره اللي هي لا دولور، يبدا سورتو يبدا يوجع. دونك كل ما تكون كاين عرض من هاد الاعراض يلفو كونسولتي عند الدرماتولوج. اذا الاول رحتي مباشره الاجراءات، اذا اكيد هناك اجراءات يجب اننا نتابعها عندما نشوفوا انه عندنا هذه الفطريات اللي تكون مؤلمه. لكن قبل ما نتحدث على الاجراءات خلينا نعلقوا على هذا الصور في الشاشه الخلفيه رجاء نور الهدى. يعني شوفوا الصور يعني فطريات مختلفه، يعني درجات مختلفه من الاصابه، درجات مختلفه اكزاكتومون. هو اون جينيرال يبدا من بدايه الظفر ويقعد يمشي فيغ لابو، يعني من الفوق جينيرال ويبدا يمشي حتى للتحت، وكي يلحق للتحت تماك اللي نبداو نخافوا باسكو يلحق لمرحله الخطر كي يدخل اون كونتاكت مع الجلد. باسكو علاش؟ كي يبدا يكون من الفوق برك بلا ما يلحق للجلد لو تريتمون يكون لوكال، الدواء يكون موضعي. دونك مي بصح كيما راكم تشوفوا لهنايا هنا نقدروا نداوه بدواء موضعي، مي بصح غير يبدا يلحق للتحت للجلد
يبدا الكوتيكول هذيك ومن بعد كيلحق لابو لتماك لو تريتمون لازم يبدا يولي اوغال. حنا يعني كي يكونوا عندنا يعني التصبغات هكذا بيضاء في الاظافر نقولوا نقص الكالسيوم نقص في الفيتامين وما الى ذلك، كيفاش نفرقوا بين هذا النقص تاع الكالسيوم؟ نقص تاع الكالسيوم ونقص تاع الفيتامين يجي اون جينيرال في وسط الظفر. بصحات الفطريات تبدا من لابيريفيري، تبدا من المحيط داكوغ، وما يكونش كاين بيض، يكون اون جينيرال رايح للاصفر ولا رايح للاسويدات. دونك ماشي كيما لو مانك دو زانك ولا دو مانيزيوم. طيب نشوفوا هذه الصوره الثانيه ايضا. وي هنا تانيك، هنا تانيك لو تريتمون يقدر يكون لوكال باسكو شوفوا مازال ما لحقش للجلد. حنا غير يبدا الحق للجلد تماك اللي نبداو نخافوا، باسكو علاش؟ كي يكون لو تريتمون باغ فوا اورال كي نشربوا هذوك لي كومبريمي عندهم بزاف لي زيفي انديزيرابل. داكوغ، وكل ما الاكتشاف كيما هنا، هنا ماشي مليح باسكو دوك يلحق حتى الظفر يتنحى. هنا خلاص مراحل متقدمه في الظفر. فوالا، وكي يتنحى الظفر ايماجينيو كلي هذاك الظفر راهو كلي جرح، هو يدخل كامل البكتيريا للجسم تاعنا. طيب الناس بزاف لما يشوفوا يوصلوا للمرحله هذه ولا مرحله انه يطير الظفر يقول لك خلاص تهنيت من البكتيريا، هل هذه حقيقه ولا لا؟ لا لا او كونترير الفو سواني. كلتما كي ديجا كي تلحق لهذه المرحله سي تري غاف، كي نلحقوا لهذه المرحله دونك حنا نديروا الماكسيموم باش نحاولوا ما نلحقوش لها باسكو يوغا دي كومبليكاسيون. حنا من قبيله قلت لكم كي الكوتيكول برك يتنحى راهي اون بورت دونتري، ايماجين يا الظفر كامل. اذا نشوفوا هاد الصور. تحدثنا عن نقطه كيفاش ينتقل من شخص لاخر، لكن ما تحدثناش كيفاش ينتقل من صبع من الظفر للظفر واحد اخر. يقدر يكون ظفر واحد مصاب ولا يد واحده معنيه بهذا الفطريات، ظفر واحد يعدي بقيه الاظافر. تما انت وحدك يكون عندك ظفر راهو مريض شغل تقطع دو بريفيرونس دي لو كوبونغل تاعو وحده بور نو با كونتامين الاظافر الباقيه، ولا يلفو ديزانفيكتي لو كوبونغل بيتادين. دونك اشاك فوا تقطع به كل استعمال عند كل استعمال نديرو لا بيتادين باش ما نعدوش الاظافر الاخرى. جميل. طيب نبقاو دائما في نفس الاطار، كيفاش يتعامل الانسان مع الحالات اللي يوصل فيهم لدرجه متقدمه وين احيانا نشوفوا الدم نشوفوا يتجرح تقيسيه يوجعك، كيفاش في هذه الحاله يتعامل مع الظفر والاحتياطات اللي لازم يتخذهم؟ صح بون، ديجا الحاجه الاولى كيفاش يتعامل. انا دو بريفيرون جو كونساي توجور دو كونسولتي باسكو كل ما تكون الاعراض شويه في البدايه تاعها كل ما لو تريتمون تاعها يكون سهل. اسهل صح. صح تما باغ اكزومبل لو كان غير من الفوق الحاجه الاولى يبدا يحصل لها دولار تبدل روح عند درماتولوج. داكا نروحو عند درماتو يدير لنا ان بريلافمون، يديه لابوغاتوار داناليز باش يعرفوا شنو هو الفطر كي ريسبونسابل هذيك لو سيمبتوم. تري بيان. ومن بعد هذيك هذاك لو ميدسان راح يعطي له تريتمون على حساب الدرجه تاع الفطريات. اذا كان من الفوق برك راح يعطي له اما واحد الانتي فونجيك على شكل مضاد فطريات على شكل فيرني برك. بصح اذا بدا الحق للجلد راح يعطي له لافوا اورال قلت لكم كي دونجوروز، وكاين من داك حتى تلحق لاكتيروجيكال حتى تلحق للجراحه. للاسف. اذا خلينا نتحدثوا على الانواع، كاين انواع ولا كاين نوع اخر يقدر يصيب الاظافر؟ اون جينيرال هادوما سي الفطريات. الفطريات هي اللي تقدر تعيش في هذا لو ميليو اكستيريور شغل كي اللي جايه قويه شغل. لكن عندها انواع ربما تكون صعبه العلاج اذا ما قرناها بانواع اخرى نقدروا نعالجوها موضعيا كيما ماشي على سهله العلاج ولا صعب العلاج. سي لا دوغي اللي انت بديت فيها العلاج. هما الفطريات كامل كيف صح، كاين وحدين بلو دونجوغاز على واحد اخرين، مي بصح كل ما العلاج يكون بكري كل ما تبدا العلاج بكري كل ما يكون العلاج خفيف. كل ما نستناو تطور هذيك الفطريات اكثر كل ما العلاج راح يكون اثقل، وقلت لكم تلحق حتى لاكتيروجيكال تلحق حتى للجراحه. وقتاش تلحق للجراحه اذا ما تاخذناش بعض الاجراءات؟ اذا ما تاخذناش الاجراءات مبكرا. مبكرا كاين اللي يعيشوا بها 5 سنين 6 سنين 7 سنين باش تبدا تلحق لهم باش تلحق حتى للجراحه، وكاين اللي يبداهم 20 يوم تبدا لا دولور يلحق عند لو ميدسان، لو ميدسان يعطي له لو تريتمون يبرا منه. بون يبرا المده تاع لو تريتمون تكون طويله اون جينيرال تلحق حتى 3 شهور 4 شهور، مي سي ايفيكاس يعاود يولي الظفر للحاله الابتدائيه تاعه. طيب لو في حال تما ربما الانسان كان مصاب في الرجل ديالو وقطع الاظافر ولا مس الاظافر تاع الرجل ديالو، هل ممكن ينتقل العدوى الى الاصابع اليد؟
هي تقدر تنتقل العدوى، على بها نضل نقول بلي لازم تعقيم، لازم تعقيم بلا بيتادين. لو كان تقدر هذاك الظفر دير له كوبون تاعو وحده دو بريفيرونس، ما تقدرش ما توشيش يعني ضروري حتى تلامسه كل يوم راح تلمسه. وي مي يفو لازم لازم الغسل، غير الحق تمسيتو لازم تغسل يدك من بعد باسكو ينتقل، ينتقل من صبع لصبع واحد اخرين ولا من الرجلين حتى اليدين. نور الهدى، تحدثنا ربما على الإجراءات اللي لازم يتخذوها يعني كي يشوفوا أنهم عندهم علامات بيضاء على أظافر تاعهم اللي هي الاستشارة الطبية، لكن وش هما الاحتياطات مع العلم أنه إذا تحدثنا عن المرأة يعني تقوم بأشغال منزلية، تستخدم يعني أدوات حادة، مواد التنظيف أيضا وهي مواد جد كيميائية. دونك للوقاية من هذا سي توجور الوقاية خير من العلاج. داكوغ، دونك حنايا هضرنا على الشروط الملائمة اللي ينمو فيها هاد الفطريات اللي هي الرطوبة والحرارة. دونك باش نقيو هاد الفطريات اونيفيت الرطوبة اونيفيت الحرارة، سيغتو لا فام الجيرينا اللي طول طون في الميناج طول طون كونتاكت افيك لو، نستعملوا الماء بزاف وما نشفوش. دونك لازم التجفيف باسكو الرطوبة راح تساعد نمو هذيك الفطريات. دونك الحاجة الأولى التجفيف، وتانيك بوغ لي سبورتيف اللي يلبسوا طول طون دي سوليا كي سون فيرمي يفو ايغي باسكو راهو يعطي له الرطوبه وراهو يعطي له الحراره باش يكبروا. قلت لكم سورتو جانسيست سور لو بوين دو ديزانفيكتي لو كوبون بار لا بيتادين. وثاني كي نروحو لي سونتر دو بوتي اون انسيست على يستعملوا لنا الماتيريال اللي يكون ستيريليزي ولا يكون مينيموم ديزانفيكتي. طيب شنو هي ابرز الممارسات الخاطئه اللي يقدر يديرها الانسان في تعامله مع الفطريات؟ كاين الناس نشوفوهم ربما ينحيها بالموس، ينحيها بالمفتاح تاع عنده، يقشرها بالكيردون، يتقلق منها، فبالتالي يجوز بها الوقت وهو يخرب في هذاك الظفر. دونك دو بريفيرونس ما توشحش، دونك قطعوا. اذا عطاك لو ميدسان عطاك ان تريتمون لوكال الفو ليمي، شغل لازم تنحي الطبقه الفوقانيه وتو ابليك هذاك لو تريتمون، ابار سا ان با توشي. سينو كاين دي غوسات تراديسيونال نقدروا نستعملوهم ونخبوا شغل نديروهم على هذاك الطفل اللي يكون مريض ويعطوا دي ريزولتا امبيكابل، بصح اون كومبليمونتاريتي مع لو تريتمون ميديكال. أكيد. قبل ما نوصل الى هذه النقطه فقط فريال، ايضا المراه الجزائريه نشوفوها في العاده انه اكرمكم الله البلاغه ديالها يلبسوها كاع في الدار، هل هذا الشيء يقدر يعدي خاصه الفطريات اللي في الاظافر؟ دو بريفيرونس شوفوا دو بريفيرونس كوبونغل لا سيرفييت ولي شوسور شوسيت، هذوما كل واحد تكون عنده حاجه بيرسونيل تاعو انتيم ليه، باش اذا كانت عنده كاش فطريات سو كاين بزاف باش تطول باش تبان. دونك تكون كاين اون بيريود دانكوباسيون باش حتى لو كان كانت عندها وهي ما على بالهاش ما تعديش الاخر. وهذو ما ربما اجراءات واحتياطات لازم ناخذهم في حياتنا اليوميه مش حتى نمرضوا، اليس كذلك؟ نقطه اخرى، تحدثتي عن العلاج، تحدثتي عن العلاج قلتي انه فعال جدا، لكن هل يقدر يعاود يولي هذاك شامبينيون كيما نشوفوا الاكزيما ولا امراض اخرى؟ بيان سور، اذا عاود دخلت اون كونتاكت مع هذاك لو شامبينيون وعاود عطيت له الظروف الملائمه تاع الرطوبه وتاع الحراره راح يعاود يبان هذاك لو شامبينيون. ولا ما تبعت العلاج لاخر مرحله يعني؟ لا ماجوريتي تاع لي باسيون ما يصبروش، غير يشوفوا النتائج يحبسوا العلاج، غير يشوفوا النتائج يحبسوا، ولا من ذاك يحبسوا. قلت لك هذا سي ان تريتمون كي لون، غير يشوفوا النتائج ما بداتش تبان يحبسوا. سافا سو كومبليكي اكثر، دونك راح يزيد تولي كاين دي كومبليكاسيون خير، راح تزيد التعقيدات، دونك لازم نصبروا على لو تريتمون تاعو حتى يعاود يولي الظفر للحاله الابتدائيه اللي كان فيها. والاكيد حفاظا على جمالها واناقتها، نشوفوا النساء يستخدموا يعني طلاء الاظافر، في هذه الحاله ممنوع ولا مسموح يعني استخدامه؟ في هذه الحاله كلي راك حتزيد له الرطوبه، كي راك حتزيد تستعمله راح تزيد تعاود له كلي هو لازم يسحق لايغاسيون. وانت في هذا كي ديروا طلاء الاظافر ايتو كلي راك تزيد تغلق عليه كلي لبست له دي شوسيغ، سي لا ميم فاسون كيما اللي يلبسوا دي شوسيغ، دونك سي ا ايفيتي. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش لي شامبينيون في ظفارتهم يقدروا يديروا، ولا نساء يقدروا يديروا طلاء الاظافر ولا لا؟ هما يقدروا يديروهم بصح ا كونديسيون ما يكونوش استعملوه واحد اخرين مرات من قبلهم. دونك كي يديروه لازم يكونوا متاكدين من الماتيريال اللي يكون ايتيليزي ويسيو ما ينحوش هذا الكوتيكول. وشحال الفتره اللي تخليه المراه في الصباع ديالها باش ما يديرهاش لي شامبينيون؟ يوم يومين ثلاثه سمانه؟ لانه الظفر يبقى مغموم نقول بصح لو كان ما كانش كاين ان كونتاكت مع لو شامبينيون افون سي با دونجورو دو فار لو فيرني، بصح اللي يكون مريض اصلا وتزيد دير له لي فيرني هو اللي راح يكون عنده تعقيدات. الطريقه الجيده للاستعمال تاع بذور الكتان، كاين بزاف اللي يستعملوها يحطوها في كاس ماء
ومن بعد كيخلوها تخرج حتى تخرج هذاك الجل تاعها ومن بعد هذيك يشربوها صباحا. دونك عندها هاد لي في الحاجه اللي مليحه فيها فيها الدهون اللي يسحقها الجسم تاعنا فيها الاوميغا 3. دونك الاوميغا 3 اللي فيها راهو كلي بديل عن السمك داكا. دونك كي نستعملوها راح يكون عندها ان في مليح على زياده على لا بيغ دو بوا باسكو دير شغل ان في جل راح تعمل ليستوما تاعنا اللي عندها اللي في تاع التكميم اللي يديروا تاع تكميم المعده. دونك سا بو رومبلاسي سا. وتانيك عندها قلت لك فيها لي ليبيد اللي يسحقهم الجسم تاعنا اللي تكون اللي يسحقوها باش نخدموا الهرمونات وباش تجديد تاع خلايا البشره. دكتور نعطيك وصفه واحده اخرى ربما انا استهلكتها في فتره من حياتي راح نعاود نولي لها اكيد ولا بالهم زملاء في قسم المورنينغ. قولي لي كان مليحه اذا نحكموا ملعقه من بذور الكتان نرحيوها احنا نكونوا رحينا كميه شدنا لمده اسبوع في الثلاجه باش ما تتاكسدش لان راح تصبح ثم حسب معلوماتي من بعد نحكموا ملعقه من هذاك الكتان المرحي نحطوها في باطا تاع ياورت طبيعي ونزيدوا لها عصير قارص ناكلوها في الليل كي قتلنا الجوع انت تكوني في الحميه هذيك هي اللي راح تخليك تشبع وترقد انت توفقي هذا هاد الطريقه هاد الطريقه مليحه بزاف باسكو فيها ديجا هاد الخلطه كي قلتي لي راهو فيها بودره الكتان قلت لك فيها الاوميغا 3 اللي يسحقوها بزاف وراهو فيها الياوخت الياوخت فيه البكتيريا الحامده اللي يسحقها الجهاز الهضمي تاعنا وراح تساعدنا في البكتيريا المعده ايضا في الجهاز الاخر وتقدري تزيد لها نزيد لك اسجي صغيره زيدي لها مغرفه تاع القرفه القرفه راح تعاود على تحبط لك مستوى السكر في الدم كي يحبط مستوى السكر في الدم دونك تخزين الدهون راح ينقص دونك راح يساعدك تانيك في عملية حشوية طيب كسؤال آخر في هذا السياق باش نروحوا إلى الجزء الثاني من الموضوع يقول لك للاستفادة من بذور الكتان من كل معلوماتها لازم تاكلوها مرحية هل هذه معلومة حقيقية ولا لا؟ وي دو بريفيرونس ناكلوها مرحية على باسكو لازم نعرفوا بلي كل زعما جزء من النبتة أحيانا يكون فيه داء ودواء تماتيك لو كان تاخذ غير جزء منها تقدر تكون رفت غير الداء بصح كي تاخذها كومبليت راك خديت كلي لو دوت اي لونتي شغل لو بوازون اي لونتي دوت تاعو داكوغ هكا باش نستفادوا منها بشكل كلي صحيح حتى يعني هذيك القوقعه تكون يعني صعبه الهضم احيانا ما يقدرش المعده تاعنا تحللها يعني ولهذا يعني باش نستفادوا منها خبيره في زراعه الكتان اليوم يلا مشاهدينا كما راكم تابعوا لحقنا الجزء الثاني تطبيقي من هذه الفقره المحبوبه كثيرا وعندها نسبه متابعه الحمد لله لاباس بها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وصفه جبناها خصيصا للناس اللي يعانيوا من لي شامبينيون في تفارتهم وفي صبعتهم نور الهدى نعم دونك هذه الوصفه شغل اخترتها بالعاني باش يكون المكونات تاعها يكون موجود في كل منزل جزائري دونك سي لي بلانت ميديسينال اللي اختر لي بارتي تاع فلافيتوثيرابي راح نستعملوهم هذه الخطره بالعاني راح يكونوا متوفرين ورخاص ويكونوا في يعني كل بيت جزائري صحيح يلا نشوفوا مكونات المخبر المصغر اليوم الطبيعي بامتياز الثوم حاضر في كل المنازل الجزائريه وشنو هي الخصائص تاعو اللي حتخلينا نحاربوا الفطريات تري بيان قبل ما ندير هاد لا بريباراسيون لازم نفهمكم حاجه بلي هاد لا بريباراسيون الي كومبليمونتير لو تريتمون ميديسينال يعني كي يعطيك لو ميديسان الدواء تاعك تو لو بران وتزيد تعاون روحك بهاد لا بريباراسيون هادي راح تعاونك لكن ماهيش بديل للعلاج الكيميائي اكزاكتومون يعني. دونك للادويه دونك الحاجه الاولى اخترنا التوم. التوم هي فيها عندها اون بروبريتي اونتي فونجيك يعني مضاده للفطريات علاش باسكو فيها واحد المركب واسمه لاليسين هذاك لاليسين يروح يقتل الفطريات ديجا من بكري يستعملوها الفراعنه يديروها كل واحد يتجرح الحاجه الاولى يروحوا يحكوا له حبيبه تاع التوم بور ديزانفيكتي هذيك لابلي اللي تكون عنده ماشي معناتها تجرحوا تحطوا وسط التوم يعني هذا مع جوف بكري فقط اكزاكتومون دونك الحاجه الاولى قلنا التوم على جال لو كومبلكس اونتي فونجيك اللي فيها الحاجه الثانيه نحط زيت الزيتون ومن بعد نعاودوا نولوا ماشي مشكل الزيتون ما كانش بيت جزائري ما عندوش زيت زيتون لازم ضروري يكون تري بيان دونك الحاجه الثانيه المكون الثاني اللي نسحقوه اللي هو زيت الزيتون علاش راح نستعملوه على جال زوج خصائص الحاجه الاولى هي الترطيب
هذا كي نرطب هذاك الدفر ونزيد له هاد لي زانتيفونجيك راح يسهل لا ديفوزيون تاعهم داخل هذاك الدفر اللي يكون مريض، وفي نفس الوقت فيه ان انتيفونجيك سي لوليوبيلين داكوغ. هذايا مركب تانيك، فيه مركب اللي هو يروح يقتل الفطريات داكوغ. والحاجه الاخيره لانغريديون الاخر اللي نسحقوه اللي هو فلفل اسود، كل منازل الجزائريه عندها فلفل الكحل بطبيعه الحال، يدخل ضمن الاطباق تاعنا التقليديه والغير التقليديه. تري بيان، دونك نستعملوه تانيك باسكو هو فيه ان كومبلكس وسمو لا بيبيرين. هذاك لو كومبلكس عنده تانيك اون بروبريتي انتيفونجيك. على بالك ما يخفاش عليك نور الهدى، اليوم المراه الجزائريه باش تقعد لها المرقه تاع المتوم بيطه وتاع الكباب تاني تقعد لها بيطه مليح وتشهي، ولا تتواسف في الكحل ابيض. Exactly. عندهم نفس الخصائص، عندهم نفس الخصائص مع الفلفل الاسود. وثاني لازم نعرفوا بلي الفلفل الاسود يعني تاريخيا قديما كانوا يستعملوه الهنوده اللي كانوا يبيعوا القماش لي غولو تاع لي تيشو، دونك كان كي كانوا يديروا لامبورتاسيون لدول واحده اخرى دونك يحطوا حبيبات تاع فلفل الكحل باش ما يتعفنش هذاك القماش، يعني مضاد اكسده، مضاد بكتيري وفطري. دونك من بكري كانوا يستعملوه بور لي بروبريتي هادوما انتيفونجيك، يعني مضاد للتعفن باش ما يتوسخ لهمش القماش تاعهم في المرحله اللي يكونوا يديروا بها لامبورتاسيون. الهنوده يستخدموا التوابل في كلش في المرحله تاع البكتيريا. يا سبحان الله، يعني الصراحه يعني للامانه الناس اللي يتبع فينا اكيد ما جانا سمعي بصري، لكن حبيت لو كان راكم معنا هنا في الاستوديو ريحه الكوزينه كاني يعني تلقات في الكوزينه. يلا كيفاش وشنو هما تعرفنا على المكونات اليوم الان تعرفوا على المقادير تاع لا بريباراسيون. لا بريباراسيون الي تري فاسيل سامبل بازيك. دونك كاسكو في نحكموا اون كويير تاع توم، يعني ملعقه كامله، مغرفه قهوه تاع توم داكوغ، يكون مرحي، يكون مرحي ولا مسكرفج. مسكرفج، وعلى بالنا انه حتى التوم الجاف راهو يباع، معنيش نقدروا لازم التوم اللي يكون، لازم هذا التوم. تري بيان، لازم هذا التوم، ونديروا تانيك نصف ملعقه تاع فلفل اسود معاها، وملعقه ونصف ملعقه تانيك تاع زيت الزيتون. نصف ملعقه ولا ملعقه؟ نصف ملعقه تاع زيت الزيتون هنا على بلات. دونك ديروا نصف ملعقه او ميلونج، دونك تولي عندنا هذا الخليط اللي فيه هاد لي تخوا كومبوزي. ومن بعد تيك ساهل بزاف، نروحوا هذاك الدفر اللي يكون مصاب بالفطريات ينيميوه داكوغ. ابخي يديروا هاد لا بريباراسيون، يديروها على حساب والمدة تاعها، يعني على حساب الوضع تاع الفرد فاش يكون اي مرحلة لحق لها، لحق لها هذاك الدفر. باغ اكزومبل دوكا كيفاش تبداو الاستعمال تاعو، قلت لكم و بروني لو ميديكامون لو تريتمون اللي عطاهو لكل ميدسان اون ميم تان دو 2 à 3 جور بار سيمين il faut faire cette préparation باش تعاونكم فوالا. والمدة الاستعمال تكون من شهر حتى 3 شهور لمده بوندون 3 فوا بار سيمين على حساب التطور تاع الشامبينيون اللي يكون عندك. كيفاش نواصلوا يعني نطبقوه في هذيك البلاصه ولا ندلكوا شنو هو الاجراء؟ الفو ليمي داكوغ، ابخي اون ابليك هاد لا بريباراسيون، اون بار كومبلكس ستيريل اون انغول، ونحكموا فوقها بسباغادرا ونخلوه لمده 6 ساعات. يعني تقدري على الظفر تاعك توري المشاهدين كيفاش يستخدموه رجاء؟ تخي بيان داكوغ، ماشي مشكل. دونك باغ اكزومبل جي لو شامبينيون هنا، لا لا با دو تو، دونك جو ليم داكوغ. ابخي اون في هاد لا بريباراسيون، اون ابليك هاد لا بريباراسيون سور il faut bien appliquer، تغطي كامل الظفر. فوالا ابخي افيك اون كومبلكس اون كومبريس ستيريل يربطوه، يشروها اصلا عند لا فارماسي هكاك معقمه، يربطوه ويحكمها بسباغادغا ويقعدوا بها دو بريفيرونس لا نوي يباتوا بها. يباتوا بها اذا ما قمنا بهذا الوصفه الطبيعيه شحال نحتفظوا بها؟ نقدروا نحتفظوا بها في الثلاجه ونخدموها هي تقدر تقعد لمده اسبوع في الثلاجه، مي دو بريفيرونس كو جو كونساي استعملوها لو جور ميم هكاك باش الثوم ما يتاكسدش في الثلاجه، يقعد جديد وتستعمل على الفوائد، يحافظ على الفوائد تاعو. اكزاكتومون تاعو. اذا في اذا غرفه التحكم تقول انه كاين اللي يقول لك انه الثوم ما تستعملوش هكذا، تستعملوا وحده يعني تحكموا تحكوا هكذا على الشامبينيون. عنده لي بروبريتي، هو اصلا عنده دي بروبريتي انتيفاجيك، بصح نقدر نزيد له. كي نزيد له هاد المكونات باغ اكزومبل زيت الزيتون راح تزيد له لا ديفيزيون تاعو، وهذا الفلفل الاسود عنده ثاني لي بروبريتي انتيفاجيك تاعو، دونك راح تكون كاينه يتعاونوا فيما بيناتهم باش يقضوا على الشامبينيون احسن. اذا ما كان الانسان هذاك المصاب بهذا الفطريات الاظافر يعني في بدايه العلاج،
يعني يقدر يتكل غير على هذه الوصفه الطبيعيه ولا لازم العلاج؟ شوفي جو بريفير توجور باسي بار لو جو بريفير توجور باسي عند لو ديرماتولوج باسكو اذا كان في بدايه العلاج راح يعطي له ان تريتمون لوكال، هذاك لو تريتمون لوكال تانيك راح يفيدو بزاف ويكمل يعاون روحه بهاد لا بريباراسيون. يعني راح تكون تكمله وفقط، تكمله وفقط ماشي عوض على العلاج تاع الطبيب. اكيد حنا على بالنا انه هناك بزاف ربما مواد غذائيه تستعين بها العائلات الجزائريه لعلاج مختلف الامراض والمشاكل. ايضا العسل نقدروا نستخدموه في هذه الحاله؟ العسل وي باسكو هو تانيك عنده دي بروبريتي انتي فونجيك. كيفاش يدير؟ سي لو ميم برينسيپ مع لا باكتيري. دونك هو يكون حلو بزاف، معناتها يروح ينحي كامل الماء اللي يكون في الشامبينيون، دونك يفا لو ديزيدراتي. طيب فقط تسمحوا لي نقاطعكم في هذه النقطة، حبيت نعرف ما إذا إنسان، يعني مجرد سؤال، إذا إنسان حطه في الليل وحرقه وما تحملش، هل يقدر ينحيه ولا لا؟ لا؟ إذا ما تحملش ينحيه، بصح دو بريفيرونس يقدر يصبر عليه باسكو ماهوش يضر فيه. هذوك الثوم جاي هكا، جاي هو اللي يحرق، ماشي يحرقوا باسكو ما حملوش، يحرق باسكو الثوم جاي عنده هذيك الخاصيه تاع يكون حار، بصح اللي ما قدرش يحملو. اكيد. وشنو هو المكون اللي نقدروا نستغناو عليه في هذه الوصفه؟ بون بالعان خيرت مكونات سهله، بصح اذا حبينا نستغلوا على واحد نقدروا نستغلوا نقدروا نحطوا على الفلفل الاسود. باسكو التوم هو الي بلو بويسون وزيت الزيتون راح يعاونو بور لا ديفيزيون. اكيد. اذا الاكيد ان شاء الله كامل المشاهدين يكونوا استفادوا من هذه الوصفه الطبيعيه بامتياز اللي جبناهم لكم اليوم. اذا فيما يخص النصائح الاخرى والاحتياطات كيفاش نتعاملوا مع الفطريات بعد ما خدينا العلاج تاعنا، من جهه اخرى استخدمنا هذه البدائل الطبيعيه، ربما كيفاش ما نقشروهمش ما نتلهاوش بهم، يعني احتياطات في كلمه ختاميه. الاحتياطات تاعو لازم نعرفوا بلي لو تريتمون تاعو الي لون، الريزولتا تاعو ما يبانش سور بلاس، دونك يلفو باسيونتي. يلفو باسيونتي، يلفو فار كونفيونس في هذاك لو تريتمون باسكو حيعاود يقدر يعاود يولي ليتا انيسيال تاعو، دونك لازم نشدو في الاوقات اللي نستعملوا فيهم هذا لو تريتمون، سي توجور ليمي ابليكي يغلفو يرقد به، لو تريتمون تاعو ان شاء الله اذا كان في الديبي سي ان تريتمون لوكال. يقدر يابليكيه كل ما يقدر وما يقعدش غير يمسو ولا باسكو سا ريسك يعدي باقي الاصابع. اكيد. كونك انت ايضا عندك والله يبارك عليك تكوين في التغذيه وما الى ذلك والصيدله ايضا، هل الغذاء تاعنا ما نستهلكه من يعني مواد راح تاثر على ولا تساعد في علاج الفطريات؟ صح، كاين باغ اكزومبل مواد اللي راح تعاون هاد الفطريات يكبروا. علاش؟ باسكو هاد الفطريات تتغذى على السكريات. تسمع شاك فوا ناكلو سكريات تكون عندنا اون انفيكسيون فونجيك ولا بكتيريان ولا راح تزيد توكل في هذوك البكتيريا باش يزيدوا يكبروا. ديجا حتى تلقاي اللي عندهم السرطان الحاجه الاولى ينحولهم السكريات. علاش؟ باسكو هذاك السكر راهو يغذي الخلايا السرطانيه ويخليها تزيد تكبر. دونك كاين دي تريتمون. كاين نفس الشيء بالنسبه للفطريات؟ وي سي لا ميم شوز باسكو هما تانيك راح يستهلكوا نفس الحاجات. دونك لازم بور لو مومون كي يبدا تكون عنده انفي لوكال، يعني الغذاء ما يكونش متاثر عليه، بصح اذا الحق للجسم والحق يتمشى الغذاء التماك اللي راح يكون ياثر عليه بزاف. مواد اخرى ربما نقدروا نستهلكوها وراح تساعد في العلاج؟ اللي راح تساعد في العلاج يكون عنده ايضا اثر؟ توم راح يكون عنده اثر، مي بصح ماشي كي يكون عنده الاثر، اذا الحق قلت لك الحق للجسم كي يكون عنده انفي لوكال ما نقدروش نلحقوا له بالتغذيه. دونك التغذيه لازم يكون الحق للجلد ولا الحق للدم باش يبدا يبان التاثير تاعها. شكرا لك نور الهدى دكتوره صيدلانيه، كنت في ضيفتنا اليوم من خلال هذه الفقره الاسبوعيه، ان شاء الله ماشي اخر فرصه. اللقاء كان والحوار ايضا معك كان اكثر من رائع. حبيت نقول يعطيك الصحه على تلبيه هذه الدعوه. الله يسلمك. شكرا.